احنا شفنا في الايام اللي فاتت الكنيسة في عدة مواضيع، شفناها في الكتاب المقدس، وشفناها في القداس، وشفناها على مدى التاريخ، وشفناها في الخدمة. والنهاردة الكنيسة هنشوفها بصورة مصدر شفاء. معنا الدكتور مجدي إسحاق. كل سنة وحضراتكم طيبين وقبل مليون سنة يا رب. أشكركم على الحفاوة والكرم والمحبة اللي أنتوا استقبلتونا بيها. هقول كلمة صغيرة عن الكنيسة مجتمع شفاء، وبعدين نفتح مجال للأسئلة. أنا عارف أنكم بتحبوا الأسئلة قوي، فندي كلمة قصيرة كده بسيطة، وبعدين عناية الاتنين. كويس الصوت كويس؟ اوكي خلاص، خليها بعدين. هاتوا حبيبي نجرب بس ده نقول احسن. خلاص اوكي مش مشكله. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. الكنيسه طبعا بتعلمنا واحنا بنصلي بنقول ربنا أنت هو الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. ربنا يسوع هو الطبيب الشافي، وطبعا هو لما عمل الكنيسة عملها عشان تكون حاجتين. نمرة واحد مستشفى كبيرة قوي، ده مش كلامي، ده كلام القديس يوحنا الذهبي الفم. قال على الكنيسة مستشفى لأن الكنيسة مفتوحة للكل، مش للأصحاء فقط، إنما حتى للعيانين والتعابة والمتألمين والموجوعين. فلو حد فاكر انه جاي الكنيسة سليم، نقول له بعد اذنك المكان ده مش للناس الاصحاء، لان المسيح قال لم آتي لأدعو خطاة ولا اصحاء، قال لم آتي لأدعو اصحاء بل خطاة الى التوبة. فذهبي الفم بيقول ان الكنيسة مجتمع مرضى يأتي ليتداوى بوجود ربنا يسوع، وإحنا جوه الكنيسة مطلوب إن إحنا نكون الناس ربنا يكتر العيال يا رب، وتكتر وتزعق وتعيط، واحنا فرحانين انكم انا جيت قبل على فكره وانا داخل تقريبا انتوا خلفتوا حبه وانا جوه، لان تقريبا بتتكاثروا وانتوا قاعدين. يعني اول ما ابتدى وعظ الستات تجيب عيال، ده حاجه حلوه خالص، ربنا يفرحكم يا رب. طيب احنا هناخد مثل بسيط صغير من الكتاب المقدس عن الشفاء ودور الكنيسة ودور المسيح اللي في الكنيسة عن الشفاء، نعلق عليه بسرعة، وبعدين زي ما بقول نفتح المجال للأسئلة. هناخد قصة جميلة حصلت في الكتاب المقدس عن واحد عيان جه للمسيح والمسيح شفاه، والمسيح لما شفاه شفاه في ست خطوات، أو شفاه من ست حاجات. القصة موجودة في إنجيل معلمنا مرقس 1 الإصحاح 40، بيتكلم فيها الكتاب عن شفاء الأبرص. فبيقول فأتى إليه أبرص جاثيا وقائلا له إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه
وقال له أريد فطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرس فطهر، فانطهره وأرسله للوقت وقال له انظر لا تقل لأحد شيئا، اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر الله به موسى شهادة له. القصة الشهيرة اللي جت دي في الكتاب المقدس جت في إنجيل معلمنا مرقس 1 وفي إنجيل معلمنا متى الإصحاح 8 عن شفاء الأبرص. والبرص هنا رمز لست أمراض الإنسان بيخش فيها، وعاوزين نعدي بسرعة زي المسيح لما لمسوا الست حاجات دول راحوا منه. ازاي ربنا يسوع، عودي حبيبتي، عودي ربنا يباركك، عودي حبيبتي ربنا يفرح قلبك ويخليك الماما ولي يا حبيبتي. انا بوعظ على فكرة، يعني احيانا بيجي لي هفة اوعظ بعد الظهر، فلو تقعدوا تخلونا اوعظ يبقى كتر خير. ربنا يفرحك ويخليك لي يا رب. عودي عودي يا اخو. فانتوا لو رجعتوا لسفر اللاويين اصحاح 13 كان زمان البرص ده مرض جلدي بيشوه الجسد، فلما الجسد بيتشوه البني ادم بيبقى مش طايق نفسه ومش قادر يعيش وسط الناس. عندي اقتراح ليكوا يا جماعه، الشباب اللي ورا الحلوين ممكن يمنعوا دخول الولاد من النص، دي فكرة حلوة، وتجيبوا حد هنا يمنع دخول العيال عشان الولاد بيك كتيرة شوية مش منظمين شوية. أيوة خادم يقف هنا واديله 10 جنيه وانا ماشي هنا ب5، نزلوا العيال يا حبيبي، خد اقعد اقعد حبيبي تحت، اقعدوا تحت من فضلك يا اولاد، بيدور على ماما تقريبا. طيب ايوه الله ينور عليك يا حبيبتي كده 10 جنيه تمام، بس لو دخلتي هاخد انا ال10. فزمان البرز ده كان بيشوه منظر الجسد، وكان الانسان الابرز ده الضربة بتيجي في جلده فتخلي منظر الإنسان ده كريه مش محبوب، وكان بيجيله مشاعر ملخبطة، مش بس جسمه اللي بيعيا، جسمه ونفسه وروحه ومشاعره ودنيته كله بيتلخبط. فكان الإنسان الأبرز ده نموذج لإنسان مريض، إنسان تعبان. والكتاب المقدس زمان في العهد القديم كان بيقول ان الابرز ده له 6 حاجات تعبينه، وساعة لما المسيح قابل الانسان الابرز ده وحط ايده عليه شفاه. وشفى البرز ده كان شيء مستحيل وصعب، لان ده مرض مزمن طويل. كان الكاهن عشان عارف ان المرض ده معدي كان يقول له ما تخشش وسط الناس، كان يطلعه بره المحلة بره البلد، كان يعيش بره أسوار أورشليم. ولما كان يعيش بره أسوار أورشليم كان يمنع من لقاء أسرته وولاده وعيلته وصحابه، لأنه الإنسان ده كان معدي، يعني لو واحد لمسه واحتك بيه يتعدي. وكان لازم الأبرص ده يروح الكاهن يحكم، يا إما هو أبرص يا إما هو مش أبرص. فكان يقعده قدامه بالاسبوع والاثنين وكان يلاحظ جلده، لان انتوا عارفين الامراض الجلديه الدكتور بيعرفها بالنظر. فالبرص ده كان من ضمن صفاته انه لما تيجي الضربه في الجلد تبقى اعمق من الجلد، يعني تبقى سايبه حفر. يعني لو بص مثلا لقى لون متغير، ممكن واحد يكون هرش في ايديه ولا حاجه او عمل حركه بايديه فخلت اللون يتغير، لا ده كان يقول لك الضربة أعمق من الجلد، يعني المرض إيه متغلغل متأصل جوه الإنسان. فكان الكاهن زي الدكتور زمان كان يبص على الجلد زي أبونا دلوقتي أو الخادم،
لما انت بتيجي يبص كده يقول لك انت عندك المرض الفلاني، كان يحكم عليه بست حاجات، وكانت صعبة قوي الحاجات دي. اقراها لكم بسرعة. كان يقول ايه؟ كان يعمل اول حاجة الابرز ده، كانت تبقى ثيابه مشقوق، يعني هدومه مكشوف، يعني بحيث ان كل الناس تشوف ايه المرض اللي فيه. تاني حاجة راسه مكشوفة، ما يغطيش راسه، يعني عشان المرض لو في جسمه يبان، لو في راسه يبان، كأنه بيقول للناس أنا أبرز، اوعى حد إيه يلمسني. وتخيلوا المنظر بقى يا جماعة، الكلام ده بيحصل مع كل الناس بما فيهم مين، مراته وعياله وصحابه. قولوا لي كده واحد في الدنيا ماشي راسه مكشوفة كلها عاية، ده الواحد يقول لك إذا بليتم فاستتروا، لا ده كان يقول له اكشف راسك واكشف جسمك، كل الناس تشوف عيوبك. بعد النمرة الثلاثة يغطي بقه، يقول لك يغطي شاربيه، شاربيه إشارة للبق، يعني يقول له ما تفتحش بقك، اوعى تنطق، اوعى يبقى في بينك وبين الناس علاقات، ولو فتحت بقك تقول كلمة واحدة وتكررها زي ما انت عاوز، تقول نجس نجس، يعني اوعى تنطق، اوعى تقول صباح الخير مساء الخير ازيكوا عاملين ايه، تقول نجس، انا وحش، انا شرير، انا معدي، انا مريض، تقول كده طول ما انت متخيل واحد محكوم عليه طول الوقت يقول ايه، انا مريض، انا شرير، انا وحش. نمره خمسه يقيم وحده، يقول له ما تقابلش حد، اول ما تشوف حد تبعد عنه، تقيم وحدك. بعد النمره سته تطلع بره المحله، تطلع خارج اسوار اورشليم. قبل ما احكي لكم الست حاجات دول اللي المسيح شفى فيها الشخص الأبرز دي، واللي الكنيسة قامت بدور الشفاء الجميل ده في، طبعا المسيح بيتمم الشفاء من خلال كنيسته، حب أقول لكم أن ربنا يسوع لكل المجد في المعجزة دي عمل شيء رائع. الرجل الأبرز اللي جاله ده، اللي بقاله سنين مطرود، سنين مش مقبول، محدش بيحبه، هدومه مقطعة، راسه مكشوفة، عمال يقول نجس نجس، ده كان في الشريعة لو صوته واطي يقولوا له امسك في ايدك جرس، عشان لو ما حدش سمع بقك يسمع الجرس. تخيلوا المنظر، شيء مشابه. مش عارف مين اكتر حاجه في دول ازعجتكم، يعني لو انت نازل النهارده من الكنيسه لقيت مريض، ايه اللي يزعجك؟ تلاقي هدومه مقطعه، شايف المرض، الواحد احيانا يبقى مش مستحمل المنظر. حتى احنا كدكاتره واساتذه جامعه لما بنخش المستشفى وتلاقي انسان مشوه، تبقى مش قادر تبص له، يجي لك نوع من الـ من الـ من الـ يعني الاحراج كده، او مش عاوز توري له احراجك، لا يقول لك لازم توريه، ولا راسه مكشوفه، ولا عمال يقول نجس، ولا مغطي بقه ما بينطقش، ولا لوحده اول ما تقرب منه يبعد عنك، ولا مطرود. مش عارف مين اكتر حاجه في السته دول ازعجتكم، لكن بالتاكيد الست حاجات دول كانت بتؤلم نفسيه الشخص الابرز. فلما ترجعوا لانجيل مرقس يقول الكتاب كده، تقدم إليه جافيا، يعني راكع بيقول له، سمع أن المسيح بيعمل معجزات، قال له إن أردت تقدر أن تطهرني. عارفين الرجل ده كان بيروح الهيكل مرة كل أسبوع، يقول للكاهن أنا خفيت، يقول له لسه، امشي أنت لسه وحش، يقول له طب بص كويس يمكن الضربة تكون خفت، يقول له لسه ما خفتش، اطلع برة، اكشف راسك، اكشف هدومك، اوعى تنطق، خليك لوحدك، حاجة رفض. وبعدين قولوا لي الشخص ده يقابل مراته ازاي، ولاده مش قادر ياخد ولاده في حضنه، الولاد العمالة الجميلة تجري وماما عمالة تعبط فيها وانا بوعظ، مش مهم يعني، ياخده في حضنه وتبوس، اقول لك بوسي حتى وانا اوعى بوسه برضو ابني حبيبي. ده احيانا الام من كتر حبها لابنها تبقى شايله في حضنها وهي بتعمل كل حاجه، معلقه على ظهرها وبتغسل المواعين، معلقه على كتفها وهي بتاكل، معلقه في رجلها وهي نايمه. الامهات تحب الحاجات دي، تحب ربط الولد في جبن. تخيل لو أب مش قادر يلمس ابنه، يعني لو أنا جاي مثلا من السفر أول حاجة بفكر فيها وأنا نازل أخد ولادي في حضني، ده لو ابنه جه في حضني يقول له اوعى، هو لازم يشرب هنا؟ أحب أشربه لحضرتك؟ ما ينفعش ينزل تحت؟ انزلي تحت، خليه ينزل، شربه براحتك ورضعيه بره حبيبي، خدي في حضنك، هو زي القصه بتاعتنا بالظبط، هو هيفهم الابرز، هيفهم الابرز ده، فنفسي اخده في حضني، يقول له اوعى تاخده في حضنك، اوعى تلمسه. لما راح للسيد المسيح في
مقابلة واحدة الست حاجات دول خفوا، درجة انه قال له اذهب اري نفسك للكاهن، بعد ما كان عمال يودي نفسه للكاهن كل اسبوع وما بيخفش، قال له روح قل له انا خفيت. وبالتالي من بعد اللقاء ده حصل ايه؟ لبس هدومه وكشف راسه وابتدى يتكلم وبطل يمسك الجرس ويقول نجس نجس، وابتدى يطلع ويخش وسط الناس، جري على مراته خدها في حضنه وساب المحلة اللي مطرود منها وجري وسط الناس، فقال له اوعى تقول لحد، قال له انا ما اقولش لحد برضو، راح جري في وسط البلد كلها وابتدى يقول للناس انا خفيت، عمل دعاية للشفاء وقال لهم واحد شفاني بعد سنين من عدم الشفاء. فكانت معجزة بكل المقاييس، معجزة رائعة. تعال نعدي على الست حاجات دول نشوف ان ربنا يسوع لكل المجد في كنيسته الجميلة بيتمم فينا الست حاجات دول بسرعة كده. نقول اول حاجة الثياب المشقوقة. الثياب المشقوقة دي اشارة الى رفع ستر الغفران. يعني ايه بقى رفع ستر الغفران؟ اول حاجة الكنيسة بتعملها لنا انها بترجع البني ادم مستور تاني. يقول الكتاب في سفر زكريا الاصحاح الثالث يقول اراني يهوشع الكاهن العظيم وكان لابسا ثيابا قذرة. كاهن داخل لربنا في الهيكل لابس ثياب مش نظيفة وواقف قدام الملاك، واقف قدام ربنا، ربنا شايف الإنسان ملوث. يقول لك كده فأجاب وكلم الواقفين الملاك وقال انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له انظر لقد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثياب مزخرفة. الإنسان المريض عنده شعور وحش قوي أنه مكشوف. الخطية، المرض الخطية ده بيخلي الإنسان حاسس أنه هو إيه؟ مش مغفور، مش مستور. واحدة من عيوب المرض ده أنها بتخلي الإنسان بينه وبين نفسه إيه؟ متعري، مش مستور. تفتكروا قصة ملاك سفر الرؤيا الإصحاح الثالث لما قال له إيه؟ لما بيقول له أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، أنت فاتر، أنا مزمع أن أتقياك من فمي. بيقول له أنت فقير وبائس وأعمى وعريان. إنسان حاسس أنه متعري. تخيل كده أنك واقف، معرفش الشعور ده حسيته ولا لأ، لكن أقول لكم الشعور ده مين أول واحد في الدنيا حسه؟ هو أبونا آدم. أبونا آدم لما ربنا خلقه ما كانش له هدوم بالمناسبة، مش عارف تتخيلوا المنظر ده ولا لا، بس آدم ما كانش حاسس أنه عريان. عارفين ليه؟ على رأي معظم المفسرين كان لابس ستار من النور، يعني يظهر أن هدومه مغزولة من شعاع الشمس. هو لما يبص لجسمه ما يشوفش جسمه، يشوف نور، كان مخلوق نوراني، مخلوق من جسد صحيح تراب، لكنه كان متغطي بستار إلهي من النور، كان ربنا ستره. والستر الإلهي ده نعمة جميلة. أول ما الإنسان بيبعد عن ربنا الخطية بتطربه بالمرض ده، أنا مكشوف، أنا مش حاسس أن أنا مستور. سمعتوا عن الناس اللي بتغلط؟ لما يكون واحد غلطان في جواه جهاز بيقوم جواه يقعد يقول له أنت مكشوف، أنت مستور، الناس كلها شايفاك. لدرجة أن في بعض الناس لما بيغلطوا غلطات كبيرة يجري يقول لهم يا جماعة من فضلكم امسكوني وريحوا وريحوا ضميري. لما آدم أكل من الشجرة يقول لك علم أنهما عريانان، هو ومين؟ هو كان شايف مراته بس مش شايف انها عريانة. ليه؟ شايف انها مكشوفة مستورة بستار النور. ولما حواء كانت تبص لآدم ما كانتش تشوف عريه ولا الخزي اللي فيه، لكن اول ما وقعوا حسوا بالعري. فربنا قال له من اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك ان لا تأكل منها؟ ده اول ضربة بتيجي للانسان، انه اول ما بيغلط الغلط الكبير ده بيحس انه قدام ربنا مش قادر يوري وشه. الخطية بتعمل في الانسان ده. تيجي الكنيسة بقى تقدم الشفاء، اول ما الانسان البعيد عن ربنا بيتوب
الإحساس بعدم الستر يتشفي. عشان كده الكنيسة الجميلة تعلمنا الآتي، إنه أول مفاتيح الشفاء النفسي إنك لما تخش قدام ربنا وتقول له سامحني، يقول لك أنا سامحتك، خلاص لبستك هدومك. يقول له كده: أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى بالنار وثيابا بيض لكي لا تظهر خزي عريتك. الله، طب ما أنت لابس هدومك أهو، إيه اللي محسسك بالعار وبالخجل وبعدم الراحة؟ في ضربة كده الخطية بتعملها في النفس. أول ما بتكسر وصية ربنا، مش بس روحك اللي بتتأثر، نفسك بتتأثر. تعرفين عاملة زي إيه؟ عاملة زي أب أو أم ماسك ابنه في ايديه. فاكر زمان حد جالي مره في العياده عنده نوع من الخوف وعدم الامان الفظيع، بيحكي لي لما قعدت معاه اكتر من مره، فبيقول لي: انا فاكر زمان وانا صغير كانت امي بيجي لها واحد في البيت يعمل لها شعرها. زمان كانوا كوافيرات عند الناس الأغنية، يروح له تروح البيت يعني تلم بقى هي وأختها وعيلتها، يقعدوا في البيت ومرايات وديها مكوى ويقعدوا بقى يعمل لها مش عارف فتلة. سمعتوا عن كده وانا ستة عارفة الكلام. فهو صغير كان بيحضر الكلام ده، فالرجل اللي جابته ده الأم يبدو أنها انشغلت عن الولد شوية، فالولد الراجل ده اللي هو بتاع الشعر ده خد الولد من ايديه وقال له: تعالى افسحك. هو الراجل مش وحش، ما كانش هيخطفه، بس قال له ايه: تعالى انزل معايا افسحك. وخده من ايديه الولد على براءته، نزل معاه، والراجل خده حوالي يمكن 6 ساعات يلف بيه في الشوارع، والولد عمال يقول له: فين ماما فين ماما. قعد 6 ساعات يقول له: يا فين ماما، يا عاوز اروح، فين ماما، عاوز اروح. ولد مرفوع عنه ساتر، طب ما انا ماسك ايدك وبجيب لك حاجات حلوه وبفسحك وبنلف مع بعض. قال له: بس ماما مش موجوده، مفيش بيتي، مش مطمن لك. لما جه بقى الولد ده كان كبر بقى حد كبير وبقعد بيتكلم معايا، الاحساس بعدم الامان انه ملوش سند، فكل لما يروح حته حاسس ان مفيش حد ايه سنده، مفيش حد ستره، مفيش حد يجري عليه يتحمى فيه. يا جماعة احنا بالظبط ده اللي بيحصل للنفس البشرية. النفس مسنودة على ربنا. ربنا لما خلقنا ما خلقناش كده كل واحد لوحده، ده خلقك وهو لازق لك وانت متغطي بيه، انت مستور بيه. عشان كده الاحساس باني مكشوف ده احساس مر بتعمله الخطية جوه النفس. الكنيسة المرتشدة بالروح أول ما بتخش تعلمك تقول كام مرة كرياليسون: يا رب ارحمني، يا رب غطيني، يا رب رجع لي غطاء الستر. ومن أكتر الألحان اللي في الكنيسة اللي تتغير نغمتها كرياليسون، تقولها مرة باللحن العادي ومرة باللحن الفريحي ومرة باللحن بتاع أسبوع الألام ومرة باللحن الطويل ومرة. احنا ما بنصدق نتلكك في كرياليسون، ما بنصدق في الكنيسة. تلاقي أبونا لما يقول ارحمنا، ارحمنا دي توقف الدنيا على رجل. وعلى فكرة لما يقول له ارحمنا لازم يقولها بنغمة فريحي. غالبا ارحمنا في القداس تيجي بنغمة فريحي. عارف ليه؟ لأنه رغم ان كلمة ارحمنا، لو انت مثلا في الشغل بعد الشر عليك يعني وليك طلب عند المدير بتاعك، هتطلب الطلب وانت رافع راسك وفتح صدرك وعمال تضحك، ولا هتقولها له وانت ايه منكسر مش كده وانت مزلول وانت بتقول في عقل بالك: يا رب يوافق، يا رب يرضى، يا رب يسمع. ولو رفض مش هتقدر تبم ولا تفتح بقك، ولو بص في عينيك بصة شديدة يمكن تمشي. تيجي الكنيسة تقول لك مرات هتقولها وانت مكسور، مرات هتقولها وانت متضايق، بس اغلب المرات عشان تعلمك نوع الاتضاع. لكن اغلب المرات اللي احنا بنقول فيها ارحمنا في الكنيسة في عز القداس نقولها واحنا مزقططين. اسمعوا مثلا ابونا يقول ارحمنا، ده متضايق؟ حضرتك متضايقة؟ شكلك متضايق. وبعدين يقول ايه؟
وبعدين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. ده متضايق برضو، ده عمال ايه، عمال يقول له ارحمني وانا فرحان، بقول له انت رجعت لي هدومي ومع بفرحان انك بترجع لي هدومي، صح؟ فتحس ان الكنيسه مزقططه وهي بتقول له يا رب انا كنت زمان مكشوف هدومي بس انا دلوقتي مزقطط لانك انت رحمتني. في لحن كمان في الكنيسه رهيب اسمه لحن فولي فول، اللي هو حل واغفر واصفح لنا يا الله. الكنيسه لما تقول اللحن ده حاجة يعني مذهلة، حاجة مثيرة للانتباه. لما نقف قدام ربنا نقول له حل، اللي احنا بنقولها كل يوم في التحليل بتاع الصلوات، حل واغفر واصفح لنا الله عن خطايانا التي صنعناها بإرادتنا وبغير إرادتنا، بمعرفة وبغير معرفة. الكنيسة عملت لها لحن في منتهى الجمال، كأنه بتقول للشخص اللي هدومه مكشوفة زي الأبرز ده، بتقول له افرح. وأقول لك حاجة، مش تفرح وبس، قول لي كل اللي مزعلك وهشيله عنك. فنقول ايه؟ حل واغفر واصفح لنا يا الله عن خطايانا التي صنعناها بمعرفة. ده ناس متضايقة؟ عمالين نقول له بص بقى عد معايا اللي عملته، قوله كله بس وانت ايه؟ والتي فعلناها بغير معرفة التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا. ونختم في الآخر بقى ونزقطت خالص، يا رب اغفر هلنا. فضل شوية لمؤاخذة، يعني واحد يقوم ايه لمؤاخذة يعني من فرحته بيقول له اغفرها لي. ده المفروض انا لما اخش مكسور اقول له ايه؟ لو سمحت يا رب اغفرها لي، يا رب سامحني، انا مذلول، انا مكسور، انا عريان، انا اوري وشي منك فين، مش كده؟ لكن الكنيسة بتعمل ايه؟ حالة شفاء، انك داخل ربنا متأكد انك انت ايه؟ مستور، مغفور. ده احيانا بحس ان اللحن ده نوع من انواع الوقفة قدام الشيطان اللي فضحنا العمر كله. ما الشيطان مسك لنا زلة، كل واحد فينا عارف تاريخه. لا مؤاخذة، مع السي دي بتاعك، عارفين السي دي؟ يروح حطه في الكمبيوتر يطلع لك ايه؟ تاريخك، كل حاجة ايه؟ متصورة. لا مؤاخذة، هو انتوا ليه لما بتخشوا المحلات ما بتسرقوش؟ طبعا في ناس ضميرها صح، بس في ناس ضميرها خد اجازة بدون مرتب، واول ما بيخش المحل يجي يمد ايده يفتكر ان فيه ايه؟ كذا مرة كذا مرة بقى في محل ويتقبض على واحد، حظي اشوفه مقبوض عليه وطلع مذلول ويدخلوه في اوضة حديد، ومر على الأوضة كده رايح مشوار، لا فتح الأوضة واقف زي بتاع المبلول، دلوقتي طلعوا قرار حتى اللي يسرق، حتى لو رجع اللي سرقه يدفعوا غرامة ويعملوا له محضر. فضيحة، الشيطان عمل لنا فضيحة، كل اللي انت عملته ايه؟ متسجل، فعنده السي دي بتاعك. ربنا على الصليب مسك السي دي، عمل فيه ايه؟ كسره، كسر الموت جلاله، ظهر بالنور الخطير، كسر السي دي بتاعك. فانت دلوقتي الشيطان مسك لك زله خالص، انت لما دخلت ابونا يصلي لك قطع كل ربط، واللي عملته ربطات خطايانا خلاص اتشالت واتنست وترمت في بحر النسيان. فبتقف قدام الشيطان تقول له ايه؟ التي فاكر صنعناها بإرادتنا. كأني ببص الشيطان أقول له إيه؟ ولا حاجة اللي عملته بإرادتنا واللي بغير إرادتنا واللي بمعرفة. وأروح واقف قدام ربنا أقول له أنا عارف أنك أنت محوت صك خطاياي،
فلحن رائع. ايه الشفاء ده؟ ايه الجمال ده؟ تبقى جاي من بره ثيابك مشقوقة وتقف قدام ربنا فرحان وسعيد ومزقطط ان ربنا شفى نفسك من فضيحة الخطية، وبعد ما كنت من يوم ليوم رايح في اتجاه الموت وعارف مصيرك الأبدي، وقفت جوه الكنيسة المسيح بيقولك ونحن إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبه كالقيام في السماء. احنا واقفين في السماء معاك وبنقولك احنا بنشكرك انك انت غفرت خطايانا. في كمان حتة في الكنيسة برضو أروع من اللي فاتت، معرفش انتوا بتبقوا شايفينها في الكنيسة ولا لا، بس حتة جميلة جدا 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 بتشفي النفس في آخر حتة في القداس. آخر حتة في القداس قبل المناولة على طول، اللي هي الساعة اللحظة اللي بيقول فيها أبونا القدسات للقديسين، بيحصل ديالوج. عارفين ديالوج؟ يعني حوار داخلي ما بين المعلم والشمامسة، وحوار خارجي قصدي وداخلي ما بين الشماس الهيكل. يقف المعلم أو الشماس الخارجي يقول خن بخريستوس يسوس بن شويس، بالمسيح يسوع ربنا. تسمعوا الكلام ده؟ يروح الشماس من جوه ردد ويقول أحن رؤوسكم للرب تسكيف لا سيمون توكيريو إكليناتي. طبعا أنا ما أعرفش أنتوا بتعملوا إيه ساعتها، بس أنا لما بخش الكنيسة يمكن بحكم أن أنا براقب شوية اللي بيحصل، يعني الواحد عينه خدت على المراقبة شوية بحكم شغلنا، يعني ألاقي ناس وقفت وناس قعدت وناس سجدت وناس سلمت على بعض واللي يبوست، يعني حاجات غريبة بتحصل. طب نعمل إيه ساعتها؟ نسجد ولا نركع ولا نحني رأسنا؟ هو الشماس جوه بيقول أسجد ولا إحني ركبك ولا إحني رأسك؟ إحني رأسك. تسكيفل كيفالوس، كيفالون اللي هو الرأس في اللغة القبطية، الكيفالس ده اللي هو الرأس، يمكن لو في دكاترة عارفين الكلام. تسكيفالوس يعني وطي رأسك. الكنيسة واضحة قوي، لما تيجي تقول لك أسجد تقول أسجدوا لله بخوف ورعد، يبقى نسجد، تجيب رأسك الأرض. دي بتتم في مراحل معينة في الكنيسة، أهمها لحظة حلول الروح القدس. دي إشارة للسجود والعبادة. لما تبقى عاوزك تركع تقول لك كلينومين طغناطة، يعني نقف ونحني ركبنا، ده صلاة. دي بتتقال في وقت الصوم الأربعين. لكن لما تقول لك احني راسك لو سمحت تحني راسك بس ما تسجدش. ليه؟ لأن دي إشارة للوقا 18 اللي فيها العشار والفريسي دخلوا الهيكل. فلما دخل العشار يقول لك لم يرد أن يرفع رأسه إلى السماء بل قرع على صدره قائلا ارحمني اللهم فإني خاطي، يعني أحنى رأسه. دي إشارة للتوبة. فكأن الشماس بره بيقول للشعب كله توبوا، احنوا رؤوسكم للرب، يعني إيه؟ توبوا. كويس؟ شوية وبعدين يقول أنصتوا بخوف الله، اسمعوا ربنا بيقول لكم إيه. طب ننصت ليه؟ اللي جاي بقى، اللي جاي بقى يبتدي أبونا جوه بعد ما قال التحليل حللني وحلل كل شعبك، يروح ماسك الجسد ورفعه فوق ويبتدي ينادي بأعلى صوته القدسات للقديسين. واللحن ده بالذات في الكنيسة يتكتب جنبه يصرخ الكاهن، لأن ده من أعلى الألحان اللي بتتقال جوه الكنيسة. الألحان في الكنيسة بالمئات، بعض الناس لما حصروا الألحان الحالية له أكتر من 1000، مخصوم منك 10 جنيه، خديها من الست الجميلة دي من ماما، خديها في حضنك يا حبيبتي، خديها في حضنك ما تطلعهاش بره، تبحث عنك. فالكاهن لما يقول القدسات للقديسين بيعلى، زمان طبعا ما كانش فيه مايكات، فكان العلو ده عشان الناس كلها ايه؟ أنصتوا، يعني هو بيقول لنا اسمعوا. فروح معلي صوته القدسات عشان كله ايه؟ لمين؟ للقديسين. احنا من شوية كنا بنقول ايه؟ توب. لسه من شوية عمال يقول لك توب، انا بقيت قديس؟ لانه الشماس من دقيقة راح ماسك الصليب وقال سوتيس امين كيتو بنفماتي سو امين، خلصت حقا ومع روحك امين. اول ما قلت سامحني راح رافع الصليب وقال لي مسامحك،
وبيكلم ابونا يقول له خلصت ومع روحك كلنا مع بعض، عشان ابونا والشعب حاجه واحده. فروح ابونا فرحان فرحان فرحان، وروح طالع في الصوت القدس طاجيتيس، القدسات للقديسين. احنا مين بقى قديسين على طول كده على طول؟ يروح المعلم بره يكسف من نفسه خالص، يعني عيب ده، حتى عيب يعني بقينا قديسين كده في قعده ربنا سامحك. يقول لك واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن انا مش قديس، ده مين اللي قديس؟ انا بقيت قديس لان هو اللي قدوس، يعني انت اللي عملت فيا ايه؟ قدستني. فاهمين الديالوج ولا بتبقوا مش واخدين الديالوج ده؟ تحضروه كويس في القداس اللي جاي. شماسي نادي، احنا نرد ابونا فرحان خلصت حقا، القدسات للقديسين كلنا بقينا حلوين. ايه رايكم في المنظر الجميل ده؟ يبقى انا داخل من بره ثيابي مشقوقه، حاسس بالعري والكسفه، ربنا يقول لي انا كسوتك بثياب الخلاص، اشتري مني ثيابا بيض لكي لا تظهر خزي عريتك. اخد واحده تانيه كمان، نقطة كمان عشان الوقت يمكن بيجري بينا، يمكن أخد نقطة وأجل الباقي المرة تانية. راسه مكشوف. الأبرص كان عنده مشكلة تانية غير أن ثيابه مشقوقة. المسيح لما شفاه والكنيسة مدت إيدي الشفاء، لمت هدومه وكسته وبقى واقف قدام ربنا مش مكسوف. كمان راسه مكشوفة يعني إيه؟ راسه مكشوفة دي يعني ثلاث حاجات. أول حاجة أفكاره شريرة، تاني حاجة أفكاره فيها حيرة، تالت حاجة أفكاره مندفعة. من ضمن عيوب المرض اللي بيحصل للإنسان تلات حاجات. أول حاجة أفكاره دي شريرة، مش عارف يسيطر عليها. بالمناسبة من ضمن الحاجات اللي الأمراض النفسية بتعملها في البني آدم تخلي دماغه فلتة منه. احنا بنقولها بطريقتنا في الطب، يقول لك دماغه مفوته، مش عارف يمسك افكاره. اي فكره تنط جوه دماغه حلوه وحشه تخش، فكره شرير بيلف في الشر. يقول لك كده وراء الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور افكار قلبه هو شرير. فكر شرير من جوه الانسان، الافكار الشريره. طبعا خلي بالكم احنا بنبقى مساهمين في الموضوع ليه؟ لان زمان قبل ما نغلط كان الانسان كل فكره مقدس وحلو وجميل. لما ربنا تشال من دماغه بقى مرتع لاي حد يخش، خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسده للكروم. فدماغه بقت وحشه شريره تعباه، والأفكار الشريرة مطحن عمالة تلف جوه دماغه، شهوة، نجاسة، غضب، انتقام، قتل، نميمة، حسد، شر. فدماغه تعباه، منين ما يشوف حد ما يطقش يبقى مش طايقه ومش حبه، منين ما يقابل حتى قرايبه حبايبه زوجته زوجها بيكره بيحسد مش مستحمل، غضوب كاره. عشان كده حتى الرسول بولس كذا مرة يتكلم في رسائله، بالذات أفسس 4 وكولوسي 3، يقول ليرفع من بينكم كل سخط، كل غضب. انت ساخط، انت غاضب، انت تعبان، ارفعها ازاي؟ مش عارف، افكاري شريرة. كمان نقطة تانية اسمها افكار فيها حيرة، مش ببقى عارف اسيطر على افكاري، راسي مكشوفة. يعني فيها حيرة، يعني مثلا ايوب يقول كده خيام المخربين مستريحة. يعني خيام حاجة من اللي كانت تعب أيوب جدا، إن الشرير حاله سالك وولاد ربنا حالهم ملخبط، فيقول له كده الذين يغيظون الله مطمئنون، الذين يأتون بآلهتهم في يدهم. يعني اللي بيغيظوك يا رب مطمنين وأنا تعبان. أيوب كان عيان ومضروب وقروح ومطرود، ومراته سابته وعياله ماتوا، واللي حواليه كلهم ايه؟ اخر مزاج. فوقف محتار بيقول له ايه اللي انا فيه ده؟ كثيرة هي بلايا الصديق. احنا قاعدين في الكنيسة عمالين نسأل ليه الناس اللي بره كده ايه الدنيا مفتحة معاهم وانا تعبان. فعنده حيرة، يقول كده آساف النبي في المزمور يقول له كده
لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. حيرة. النفس لما ربنا بيخش جواها بتطمن راسه، بتطمن عقله، بيقول له أنت متضايق ليه؟ اللي بره مبسوطين وانت اللي تعبان. فاكرين احنا مبارح في القداس اللي حضر قداس يوم الحد كنا بنقرأ قصة لعازر ومرثا ومريم، يقول لك لما سمع يسوع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. فلما راح عشان يوصل لعازر كان لعازر مات، فجرت عليه مرثا ثم مريم وقالت له لو كنت ها هنا لم، انت متعبني ليه؟ يعني انت كنت بتحبني في اول الاصحاح كان يسوع يحب مرثا ومريم واخوهم لعازر، طب منين بتحبني ومنين سمعت ان اخويا مريض وبدل ما تيجي تشفي سبته يموت؟ افكار حيرة. الدماغ المكشوفة يعني دماغ ملهاش غطا، ملهاش حدود، ملهاش حاجة تشرح لها. النفس لما بتقرب من الكنيسة ومن ربنا بيتم شفاء عقلها، العقل بيخف. ليه؟ عندي إجابة، عندي إجابة بتريح عقلي، إنه ربنا بيحبني واخد باله مني، وإذا كان الأشرار مطمنين أو مستريحين أنت في حاجة مش واخد بالك منها. مش واخد بالك من إيه؟ إن ربنا مديك حاجة مش عند كل الناس. اللي بره عنده فلوس بس ما عندوش سلام، إحنا ما عندناش فلوس بس عندنا سلام، عندنا راحة ضمير، عندنا حاجة مش عند الدنيا كلها. عشان كده حتى أساف بعد شوية يقول كده إيه؟ لولا قليل لزلقت خطواتي حتى دخلت مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. دماغي عقلت، دماغي خفت، كنت تعبان لأن كنت شايف الأشرار عندهم كل الخير وأنا ما عنديش، لكن لما دخلت الكنيسة ووقفت فيها وشفت الكنيسة فرحانة ومزقططة وشفت الشماس بره بيقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، ده احنا لسه بنمسي ده في عشية، شيرتك كليسية ابقي انتيني انجيلوس، يا سلام على الكنيسة بيت الملائكة. حضرتك دخل من بره صحابك اللي واقفين مين؟ الملائكة. اللي بره معاهم فلوس بس ما عندهمش ملائكة، اللي بره عندهم فلوس ورزق وعمارات بس ما عندهمش بركة. أنا ربنا مبارك لي في عيالي وفي رزقي ومحوطني بملائكته ومحوطني بقديسيه، فأنا عندي سند. فالأفكار المحتارة المتلخبطة دي حتى انتبهت إلى آخرتهم ودخلت مقادس العلي. أول ما بتخش الكنيسة يتم شفاء عقلك، الشر والأفكار والحقد والتعب جوه تتشال خلاص. دخلت وسط القديسين ووسط الملائكة واطمنت على إن ربنا ده هو ضامن حياتي، هو اداهم فلوس بس خد منهم السماء، انا ما ادانيش بس ضمن لي السماء وقال لي انت ابني وانا رايح معاك هناك. وعشان كده تلاقوا الكنيسه اول ما بتخش طقس مهم جدا في الكنيسه اسمه طقس الفرح، كل الحان الكنيسه يا كلها فرح يا تبتدي بحزن بس لازم تختمها بفرح. انتوا عارفين طبعا احنا كشعب نحب الفرح صح؟ ولا ايه رأيكم؟ وايه اشهر حاجة يقولوها الناس لما يغنوا؟ يقول لك يا ليلي يا ايه؟ عارفين ليلي دي كلمة قبطي، ليلي يعني فرح، بس واخدينها مننا غالبا كنا بنقولها زمان في التسابيح بس بطلوا يقولوها غالبا اتخذت مننا برا. ليلي في اللغة القبطية يعني فرح، فاحنا لما نقول ليلي مش معناها ليل، ليلي معناها فرح، اللي جت منها كلمة هليل لويا، هليل ليل يعني تهليل. فاحنا اول ما بنخش الكنيسة تسمع المزامير، كل مزمور لازم جواه هليل ويا، هليل يعني افرح. افرح ليه؟ ربنا حبيبك بيحبك، ابوك موجود جنبك شايلك وسترك وحملك وضمنك. يمكن القرشينات اللي معاك قليلين بس ربنا رش عليهم رشة بركة. عارفين رشة البركة؟ حضرتك لما بتاكل الملح ترش كتير ولا قليل؟ قليل، حبة صغيرين كده. ربنا معاه ملاحة اسمها ملاحة البركة، انت راح تقبض اللي جنبك قبض 10,000 جنيه بس ما خدش رشة، وانت قبضت 1,000 بس ربنا حط على 1,000 رشة. عارف 1,000 دي تكفيك، 10 ما تكفيهوش. ليه؟ لان 10 من غير بركة قليلة خالص، عياله تعبينه
ومدوخينه وبشربوا سجاير وبشربوا مخدرات، بيروحوش الدروس، صحته على قده، هو نفسه تعبان، هو متذمر، بيتخانق مع مراته، جاله ضغط، جاله سكر، جاله جلطة، يجيلي جاله اللي جاله، التاني مرتاح وفي سلام وهلله ياه، فدماغه مرتاحة. ايه رأيك في ضغطه؟ حلو. والسكر اتظبط، عنده سكر بس اتظبط، رشة الملح دي ظبطت السكر. وروح للدكتور عينه تعبانة، الدكتور يقول له خد قطرة بتلاتة جنيه خف. التاني بتاع اللي ما عندوش بركة يقول الدكتور عملية بتسعتاشر ألف جنيه. شمعنا تسعتاشر؟ ادي ألف للتمرجي لو سمحت. مفيش رشة، الرشة ما جاتش. دول عيانه تعبين وانت عيالك مريحينك. دول ده متخانق مع مراته، انت ربنا مديك سلام طبعا ان شاء الله، مديك سلام مع المدام مريحك، فلا بتروح لدكتور ولا بتروح لابونا ولا بتجري على ما عندكش. ده رشة البركة بتخلي الفلوس اللي ليلة تكتر. مفيش حيرة. عرفت بقى ليه الراجل ده كان راسه كانت مكشوفة؟ مش فاهم، لما ربنا غطله راسه وطمنه على عقله اطمن على نفسه. اطمن النبي اللي اسمه أساف انه الاشرار جسمهم سمين، لا يصابون مع الناس، ما عندهمش شدائد. لا عندهم شدائد. عارف الشرير ما بيعرفش ينام، ينام بالليل عمال يفرك في السرير، قلقان على بكره، وقلقان على فلوسه، وقلقان على مستقبله، وقلقان على وظيفته، وقلقان على اللي خده يرجعه حد ياخده منه تاني. مثل اللي عنده عربيه قلقان على عربيه، واللي عنده ثلاثه بيصلح في ثلاثه، واللي عنده حاجة صغيرة مش قلقان عليها، واللي عنده حاجة كبيرة بيفرك تعبان قلقان. والبورصة طلعت والسكر طلع، والبورصة نزلت والسكر نزل، وتقعد السكر طالع نازل طالع نازل. انت الحمد لله لا حطتهم في بورصة ولا عندك اصلا، فالسكر ايه؟ مظبوط. فاهمين ازاي؟ ثالث نوع من الافكار اسمها افكار اندفاع، دي اللي بسميها طاقة الدماغ. برضو من ضمن عيوب الغلط المرض اللي بيجي في العقل ده اسمها طققان الدماغ. عارفين طاقة الدماغ؟ ولاد ربنا لما ربنا بيشفيهم بيعلمهم الاتي: ما تعملش حاجة لما تسألني. عشان كده الكنيسة الجميلة تعلمك لما تخش اسأل ربنا قبل كل حاجة. يقول الكتاب كده ايه؟ لما كملت مدة خدمته 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. مين اللي طقت في دماغه؟ موسى. راجل أمير وحلو وجميل وكل حاجة، وبقاله 40 سنة مستني أنه هو يبقى وريث العرش. طقت في دماغه، خطر في باله الكلام ده في سفر الأعمال 7 أن يفتقد إخوته. هو خد رأي ربنا؟ ما خدش. لأنه ما خدش رأي ربنا في الوقت ده، لما نزل لقى 2 بيتخانقوا، واحد مصري وواحد عبراني، راح قايم على المصري قتله. ما هو طقت في دماغه، طقه بطقه بقى. ولما طقت في دماغه وقتل المصري، اتعرف انه قتل المصري، وصل الخبر لفرعون، خاف على نفسه، هرب للصحراء. قعد كم سنه؟ 40 سنة كلها ايه؟ طقت فكره. طقت الفكره دي هي اللي بتتعب العقل، انه اللي يجي في بالك تعمله. تعرفين العيال الصغيرين عندهم طقة فكر، العيال بيفرق، واللي يطق في دماغه يعمله، يقف على سور البركونة واحنا عمالين نجري وراه. كان عندنا حد في العيلة زمان، انا اتذكر حد في عيلتنا، في يوم واحد عمل 3 مصايب من طقة الدماغ. مرة ماشي، كان زمان فيه تشاط، عارفين التشط بتاع زمان، التشط اللي كانوا بيغسلوا فيه، كله باعه دلوقتي، بس كان فيه تشط كده، كانوا زمان يحطوا الطشت يركنوه على الحيطة، قعد يتسحب يتسحب يتسحب، دخل بين الحيطة والطشت وقعد يرقص، راح الطشت متزحلق وقع عليه، وهو يخبط ومحدش سمعه. فين؟ يحيك ويحيك ربنا. لما جه حد سمع دوشة شال البتاع لقاه جوه، هو كان صغير زي البيبليا كده. يا ابني هتفطس، ايه اللي جابك هنا؟ شوية ودخل الحمام، لقى علبة بودرة جميلة، افتكرها بودرة تلج، هتلاقيها بودرة صراصير، رشها على دماغه. الواد طلع كله ايه؟ ابيض. هو اصل شاف ماما زمان بتجيب بودرة تحطها له تحت باطه تحت، ففكرها بودرة تلج. هو دخل جوه لقى بودرة طاقت، خطر في باله، راح مطلع البودرة ايه؟ وكابب. طلع من البودرة دي كله كان هيموت، لحقوه بقى، وغسيل جلد وغسيل معدة وغسيل راس وغسيل بتاع. شوية الباب ده في نفس اليوم،
شوية والباب اتفتح تكة كده. الواد قاعد يجري يجري يجري، راح نزل من الباب، نزل من الباب هو وما كملش سنتين، نزل على السلالم، من السلالم على الشارع، من الشارع على الشارع العمومي، عدى الشارع العمومي ومشي سائح للقاء يسوع. لا يهمك عطش ولا جوع، لوحده طقايا جابوه منين؟ بعديها باربعة كيلو واحد لقاه ماشي بيجري، طلع بالصدفة يعرف الأب، راح ماسكه من ايده وحطه على كتفه مرجعه البيت. ما بتطقش في دماغك حاجات؟ طقت في دماغك، كنت الصبح صاحية وكافية خيرك شرك، ويا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بنصبح طقت في دماغها تغير مكان ترابيزة السفرة. طول عمر ترابيزة السفرة محطوطة في السفرة، طقت في دماغها الصبح، قالت أنزل تحت الترابيزة أشيلها أحط السفرة مكان الأنتريه والأنتريه مكان السفرة، أو نغير ونقنع نفسنا إن إحنا جبنا عفش جديد. حطت ظهرها تحت الترابيزة بترفع، ظهرها طق، وانزلاق غضروفي، وروح للدكتور واديني حقنة واديني إبرة واعمل لي رنين، وبعد الرنين علاج طبيعي، وبعد العلاج الطبيعي ما مش منافع نخش مستشفى نعمل عملية. ده الصبح، ما انت كنت كويسة، ايه اللي خلى الحكاية دي تطق في ما؟ نصحى الصبح تروح طق الفكر نعمل محشي ونخليه صغير، اصل المحشي الصغير ايه حلو، ابرم افرم، نقعد ثلاث ساعات اربع ساعات نلزق في بتاع، يخش الراجل من بره يروح ايه على بق واحد، بقالك اربع ساعات قاعدة يا حرام محنية، ما ايه لازمتها؟ طب لما تبقى العيلة موجودة كل واحد يبرم له محشيتين، ايه لازم تصحى الصبح الطق في دماغي؟ ايه الطق اللي انتوا فيه ده؟ ما هو ده البني ادم اللي ابو طقات، اهو ابو طقات ده اللي تعب دماغي، دماغي ايه مكشوفة. فيجي ربنا يقول لي من فضلك ما تعملش حاجة الا لما ايه تصلي لي. عشان كده الكنيسة عملت ايه بقى من ضمن دروس الشفاء؟ كل حاجة بنعملها في الكنيسة نصلي قبلها، بنصلي قبل كل حاجة، نصلي للاكل وللشرب وللمية وللزرع وللريس وللدنيا والمياه الانهار والزروع والعشب، ونصلي قبل كل حاجة. ويجي ابونا في القداس يروح معلمنا الدرس الجميل ده، ويروح قايل اللحن الجميل بتاع غريغوريوس القديس غريغوريوس الكبير في الاخر، يقول له أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب أعمالي تابعا لأقوالك. يعني إيه؟ يعني مش هعمل حاجة إلا إيه لما سألك. وإحنا وراء بنعمل إيه؟ بنقول له أمين يا رب ارحم. يعني أنا كمان هعمل إيه؟ هعمل زيك يا ابونا، هأقدم لربنا مشورات حتى في الصغيرة قبل الكبير، عشان ما تصحيش الصبح يطق فين في دماغ. أهو ده بالضبط الأفكار. يبقى الأفكار المكشوفة أفكار شريرة، أفكار حيرة، أفكار اندفاع. الأبرص لما جه جري على المسيح قال له أريد فطر. من النهاردة أفكارك هترتاح، من النهاردة حبيبي ما فيش أفكار شريرة، من النهاردة ما فيش أفكار حيرة، من النهاردة ما فيش أفكار اندفاع. أشكركم على حسن الاستماع كل مرة، وحضراتكم طيبين. هنرد على ده كله؟ هنرد على ده كله؟ لا كمل زي ما طب مدام دكتور مجدي قال لنا ألحان الكنيسة، خلينا نرجع ألحان القداس من أول إيه بقى بشفاعة أيها الرب. طيب نقول مبونا أيها Oh.
طبعا أنا بس عايز أنوه لنقطة صغيرة، يعني عفوا إحنا مش جايين عشان كل واحد يسألني سؤال وبالتالي تنتهي القعدة إن أنا اللي سألني سؤال أقوله تعالي لي العيادة خالص، ما حبش الانطباع ده يبقى موجود. إحنا جايين نقدم كلمة ربنا فقط. أي حد من حضراتكم فوق دماغي من فوق هرد ردود عامة، ومش عاوز حد يجيلي خالص. اقول لكم تروحوا لمين؟ انتوا عندكم ناس شطار جدا 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 في اسكندرية، ونقدر نرشح لكم اقرب حد ليكم، ما تتعبوش روحكم. في اسئلة طبعا مش هقدر ارد عليها لانها حاجات خاصة. شكرا.
وكل حالة بحالتها. يعني في حالات فرط حركة، حالات أوتيزم، حالات اكتئاب، حالات إلى آخره، حالات أذى النفس. بس أنا ممكن أقول لكم على حل لطيف ممكن يساعدكم شوية. إحنا عاملين خدمة مجانية تماماً، ممكن حضرتك تخش على اليوتيوب وتكتب الاسم، هتلاقينا عاملين مئات الحلقات على القناة دي على كل ما تتمنى إنك تسمعه. هتلاقوني بنفس القميص ده ما بغيروش، يعني لو ما لقيتش القميص يبقى مش أنا. عاملين يعني أغلبية الأسئلة هتلاقوها في حلقات عن فرط الحركة، زي الولد ده فرط حركة أصلي وأمه بتعاني منه، صح؟ تحرك كتير، ما أنا عارف أنا وجايبهولي في أول صف، ربنا يفرحك. لا أنا ما قلتلكيش قومي تعالي عودي بيه، هاتيله بلاستر، بلاستر على بقه. عندكم طبعا ملحوظ قوي دلوقتي بالمناسبة الأخونا الحبيب ده، هو طبعا أمه غلبانة معاه، ظاهرة خليني أبتدي بالسؤال ده، ظاهرة فرط الحركة زيادة جدا اليومين دول. وبرضو لو حضراتكم دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوا حلقة مكتوب عليها فرط الحركة وقلة الانتباه. هو فرط الحركة ده عبارة عن 14 نقطة وقلة الانتباه 14 نقطة. لو لقيت 6 من هنا، الكلام ده كله قايله على اليوتيوب، و6 من هنا يبقى عنده المرض، بقاله أكتر من 6 أشهر. الواد ده بقاله 9 سنين عادي خالص، 6 أشهر أكتر من كده يبقى محتاج حضرتك تستشير طبيب يقول لك تعمل إيه. هما دلوقتي لو إن فرط الحركة إن العيال بتتحرك بلا هوادة، هكتب لك انت مهدئ في الاخر، انت مش هو، الواد كويس انت هتاخدي مهدئ. واخوه ضارب، هو التاني هو ضارب، ملسع عنده فردة فيوز ضربة فوق. هنعالج ده كله ان شاء الله ان شاء الله، بيتحسنوا بعد 7 سنين علاج، مش كتير مش كتير. ودايما لما تلاقوا نصيحة مخلصة، لما تلاقوا عيال متحرك كتير بلاش تقعدوا بيهم في الاول، عدوا بيهم في الآخر، عشان لو الورد عايز يتحرك عنده هو بيتحرك كل دقيقتين رايح جاي، فما تبقوش تعملوا الحركات دي قدام في أول صف. أنا مقدر اللي انتوا فيه خالص، بس حد من الخدام نصيحة مخلصة يقعدوا في الآخر عشان الولد يتحرك. زي دي فرط حركة برضو اهي، دي بدايات فرط حركة في الأول خالص، دي في أول الطريق نلحقها، بس أول ما تمت 3 سنين أقرب دكتور لحضرتك. بنعمل لهم الآتي النصايح بسرعة، يعني 1 نطلع طاقتهم على قد ما نقدر. من فضلكم بلاش حبسة البيوت، العيل لما بيتحبس في البيت يبقى عمال يتحرك بلا هوادة. العيال دي عايزة تقعد مع عيال في سنها، يعني حضانة مدرسة. طب دخل الصيف نشوف لهم حاجة، نوديهم نشاطات في الكنيسة، كارنفال، كورال، ألحان، يطلعوا طاقتهم. اول ما يقعد في البيت هيعمل ايه؟ هيخرب. ماما تستسهل وتروح مطلعه له ايه؟ الخراب يزيد. ليه؟ لانه ده هيهدي الحركه لمده ساعه ساعتين، اول ما نشيل ده من ايديه عقله يرجع ايه؟ ينشط تاني، لان ده بيعمل مسكن موضعي، بيطلع في الدماغ ماده انبساط فظيعه اسمها الدوبامين. دماغ تنبسط 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 ويبقى ده صاحبه، يا ده موجود يا انا مش هقعد ساكت. فالام تستسهل ترمي له الموبايل او تحطه قدام التلفزيون او تفتح له الايباد يقعد طول الوقت يتفرج، دي تجننه اكتر. فعشان كده الولاد الصغيرين غير مسموح، اسمعوني من فضلكم، نسيب لهم الموبايلات والتليفونات بلا رقيب، لان التليفونات دي خطر على دماغهم وخطر على بتعمل ادمان وتعلق مرضي، وبالمناسبه لقوها بتزود فرط الحركه وبتزود حتى صفات التوحد. فعشان خاطر ربنا بلاش البتاع ده يتفتح، اذا كنتوا تفتحوه فترة صغيرة في اليوم ويتقفل خالص، فكرة انه يبقى في ايده خده عشان تسكت دي خطر جدا. ندردش بقى مع بعض في شوية اسئلة، اللي عنده اي سؤال انا احلتكم الى الموضوع. ما هو علاج الطفل الذي يأكل اظافره مع العلم ان الطفل الاصغر ويحظى بالاهتمام والحب؟ العيال اللي بتاكل في ضوافرها دي عندها عصبية مكتومة،
أرقط الضوافر، الصباع اللي جوه البق، قرط السنان، ان واحد طفل صغير هو نايم تسمع جزة سنانه، كلها دي علامات العصبية. وده غالبا ماما ربنا يديها الصحة ويبارك لها قاعدة طول النهار يا تضرب يا تصوت. عندي امهات كتير انا عمري ما ضربته، انا بصوت بس، الصويت زي الضرب. والامهات اللي بتقعد تزعق جوه البيت دي طاقة عصبية، الولد بياخد العصبية بس يزعق لك، وبعد لو ما قدرش يزعق لك فانت بتصوتي وهو بيصوت وانت بتصوتي يسكت، ويجي بالليل يعمل ايه؟ يا يعمل على روحه، يا يجز على سنانه، يا يحط صباعه في بقه طول الليل، يا اما يقرقط في ضوافره. الحل الوحيد في الحالات دي العصبيه في البيت تهدى، صوتك يبقى هادي. بالمناسبه مش مع ابنك بس، مع جوزك، يعني مع ابنك ده كلام، مع جوزك ده كلامين تاني. مره قريت حكايه لطيفه ان في واحده ست طول النهار تتخانق مع عيالها وبيتها مع جوزها، وبالذات اول ما الراجل يجي تدب خناقات. فراحت لدكتور نفسي مشهور، بعد ما داخت على كل الطرق، عالج لي العصبيه عالج لي العصبيه، راحت لمخ واعصاب وراحت ما ولا حاجه نفعت. فراحت لدكتور سنان، دكتور نفسي اسف، قال لها من فضلك هقول لك على وصفه مهمه قوي. قالت له ايه؟ قال لها هكتب لك غسول لبقك، مضمضه، اول ما جوزك يجي مضمضي وعودي مضمضي وخلي المضمضه في بقك لمده ربع ساعه، بعد كده روح الحوض نزلي المضمضه دي. بعد اسبوع راحت للدكتور قالت له وصفه هايله، ايه علاقه سناني بان جوزي يبقى كويس والمشاكل تتحل؟ قال لها حبيبتي انا ما كتبتلهوش لسنانك، انا كتبته لك عشان حضرتك ايه؟ تسكت. مضمضه، دعوة عامة للشعب القبطي في كل أنحاء الجمهورية، أول ما جوزك يجي حبيبتي إزازة مية ومضمضي وخلي الماء. طبعا نفس الكلام لو أنت عصبي، رأيي مضمضوا أنتوا الاثنين، حط بتاع في بقك وأول ما مراتك تيجي اشرب بقين وأنت بقين، وامتنعوا عن بعض كلام، هتلاقي الدنيا هديت والجو بقى جميل. نفس الكلام مع الولاد. حد بيقول لي عندي حفيدتي لم تتكلم حتى الآن، علما بأن عمرها 2.5 سنين برجاء افادتي، معاك لغايه سن 3 سنين نجرب في البيت، بس قبل ال3 سنين ما يخلصوا تكوني عملتي نمره 1 اختبار سمع، ونمره 2 تكوني قعدتي بنتك وسط ولاد وتجربي الطرق الطبيعيه ان احنا نقعد طول الوقت نلاغيها ونطفي التلفزيون. اذا ما تحسنتش بعد شهر من دلوقتي وطلعت كلمه، رجاء نزور اقرب دكتور اعصاب نشوف الدنيا ماشيه ازاي. نجاوب أسئلة تانية بسرعة. عندي طفل 8 سنين عنيد جدا جدا، مش بيسمع كلام أي حد. بصوا يا جماعة، حكاية العند دي حاجة لطيفة جدا. هو أسأل سؤال، في عيل مش عنيد؟ العيل اللي مش عنيد عيان ملوش شخصية، واللي ملوش شخصية تخاف عليه أكتر. العنيد ده بيكون شخصيته، بس في عيال بتبقى أعند من غيرها. ليه؟ بتعمل خط دفاع بينها وبين ماما أو بابا. هو الولد الصغير عنده ظاهرة بتتم على سن 2 لـ3 سنين اسمها ظاهرة الأوتونومي. الأوتونومي إن أنا ببقى عاوز أعمل كل حاجة بدماغي، عاوز أجرب كل حاجة. امتى بتبتدي الظاهره دي؟ اول ما يقف على رجليه ويمشي. الاول كان بيحبي، في مرحله الحبي ده بيجرب يجرب بيجرب، بس مرتبط بمامته لان مامته بتشيله، فما عندوش حريه. اول ما يبتدي يمشي على رجليه يحس انه بقى مستقل وعاوز يحقق شخصيته، عاوز يطلع السلم لوحده، عاوز يلبس هدومه لوحده، عاوز يقول كلمته تمشي الى اخره يعني. فالولاد الصغيرين دول لما تلاقيه عنيد اعرف ان جزء من عنده شخصيته، سيب له حته يحقق فيها نفسه، مش كل حاجه تاخد فيها قرار. طول ما المواضيع مش مؤذيه، عاوز ينقي لبسه سيبه ينقي لبسه، خيره بين حاجتين. عاوز يلعب بحاجه اديله حاجه مش مؤذيه، عاوز يعكرت في حاجه، في حاجه بيسموها الركن
بيسموه البلاي بورد. البلاي بورد ده بنعمل الولاد الصغيرين اللي هم عمرهم سنتين ثلاثة، نعمل لهم ركن كده جوه البيت في صندوق، وجوه كل الصندوق ده ارمي اي حاجة قديمة، ارمي اقلام، ارمي كراريس، صبورة قديمة، اقلام تلوين، اقفال ومفاتيح طبعا، وانت عينك عليه في الحتة دي. الولد يقعد يجرب عربيات مكسرة، عربيات قديمة، شوية بلاستيك، الحاجات دي كلها الولد يقعد يجرب فيها عشان يطلع طاقته. دايما خلي الولد يطلع طاقته. وفي نفس الوقت حاجة كمان لطيفة جدا، انك تخلي الولد ده يعمل حاجة اسمها المكافآت الأسبوعية، بتخلي الولد ينمي شخصيته وينمي طاقته. ازاي؟ اي صفة عاوز الولد ده يتعلمها او اي مهارة عاوز يتعلمها، نعمل الآتي. نعمل له صندوق في خرم من فوق، كويس؟ الصندوق ده اسمه صندوق المكافآت، وتجيبي ورق زي ده، كويس؟ كل حاجة يعملها متفقين عليها، مثلا نظافة الأوضة، توضيب السرير، سماع الكلام، نهاية تظبيط المذاكرة، انه يصحى الصبح يصلي، بالليل يصلي، نعمل ورقة كده ونكتب له في الورقة دي الأرقام اللي خدها، نديله على كل حاجة 5 نمر. طيب نفترض ان هو عمل غلط، اكتب له الناحية التانية -1 -2 -3، واخد الورقة دي اطبقها واحطها جوه الصندوق كل يوم، واجي اخر الاسبوع اطلع اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث الى اخره، واشوف خد كام في اخر الاسبوع، اطرح السلبي من الايجابي. ونفترض مثلا ان اليوم ب10 درجات، يبقى الاسبوع ب70 درجة. اقول له لو جبت 60 من 70 ليك هدية، 50 من 70 هدية اقل، 30 من 70 هدية اقل، 20 لا مفيش هدايا. فخلي الولد يعمل ايه؟ يشغل دماغه ويجتهد عشان يعمل حاجة ايجابية، بيسموها صندوق المكافآت الاسبوع. دي اكتر حاجة بتساعد الولاد على تبطيل العند اللي فيهم. حد بيقول لي اخر سؤال عشان الوقت، ابني بعيد عن الكنيسة ورفض يدخلها تماما، حاولت معاه بكل الوسائل من كهنة وخدام الكنيسة وفي الجامعة، ارجو افادتي، انا ممكن اعمل ايه مع العلم ان انا بصلي من اجله كثيرا؟ بصوا احبائي، حكاية الولاد الصغيرين دول اللي رافضين يروحوا الكنيسة دي قصة متكررة في كل الكنائس، انا مش عارف نعمل فيها ايه، لكن هقول لكم رأيي. يعني اكتر حاجة بتفرق مع الولاد الحب مش الكلام، اكتر حاجة بتفرق مع الولاد الحب مش الكلام. اللي بيخلي الواحد يجي الكنيسة مش ان انا كلمته، ان انا حبيته، قدمت له حب. لما بتروح واحد يروح له يقول له تعالى الكنيسة احضر اجتماع، كأني بقول له انت وحش، انت خاطي، انت ما بتفهمش. اللي احنا عاوزين نقدمه لابن حضرتك، انت عملتي حاجة، عاوزين التانية، عاوزين نصلي له من قلبك. وخلي بالكم يا جماعة، ربنا ما بينساش صلاة ماما. صلاة ماما هي اللي توبت الدنيا، هي اللي توبت العالم، هي اللي توبت أغسطينوس، والعالم كله زي أغسطينوس محتاج ماما تصلي وراه. ربنا لما بيشوف أم قلبها مجروح على ابنها، من أجل صلاة ماما الأمينة بيستجيب. لكن غير الصلاة نقدم له حب. لو عندكم خادم في الكنيسة بيعرف يحب الولد ده هيجي. لو عندكم خادم في الكنيسة بيعرف يحب الولد ده هيجي. الخادم يروح له لغاية البيت يقول له احنا بنحبك وعايزينك تبقى معانا، ويمشي. احنا بنسلم عليك وبنسأل عليك في وسط الامتحانات، احنا مش جايين نقول لك تعالى، احنا جايين نقدم لك حب. في وقت الامتحانات، في وقت عيد ميلاده، في يوم راس السنة، في يوم عيد الميلاد، نروح نجيب له حاجة لطيفة، ازيك يا فلان، انت وحشتنا، لما بتيجي عندنا بنفرح بيك. بس
الحب له جاذبية فائقة مع الصلاة. شوية شوية لما بيلاقي الحب ده موجود يروح للحتة اللي يلاقي فعلا فيها ناس بتحبه. مش هو بيتهياله ان احنا عايزين نجيبه للكنيسة عشان مصلحتنا، احنا ما طبعا ما عندناش مصالح، او عشان نوعظه، او عشان نعمل عليه ناس فاهمين او متقدمين او شاطرين او قديسين، فده اللي بيخليه ينفر مننا يعني. ربنا يفرح قلوبكم ويخليكم لينا كل مرة وحضراتكم طيبين عقبال مليون سنة. أعتقد يعني في نسبة استفادة كبيرة جدا، كلنا استفدنا، وكلنا دلوقتي ممكن نخش الكنيسة، نقدر نصلي ونقدر نقدم توبة وإحنا فرحانين، ونشعر دايما أن ربنا بيقبل توبتنا، ونخرج وإحنا كلنا سعداء بقبول توبتنا قدام ربنا. ونشكرك يا دكتور مجدي، وباسم شعب الكنيسة وباسم الآباء بنقدم درع 60 سنة. تفضل يا ابويا. Kagio nevmati kerinka i kesto se ona stonjona tnoše volengo e mojo pečoj si sos be Hristos smonimo e me fjaro mare peknaj nevte kerini o insopte pekleos sotimono najnan kirjele i son kirjele i son Kyrie evlogison, amin, esmo eroi, stimetania con evolgo empi esmo. مين بخريستوس بنوتي امين اس اشوبي يا المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا سلامك كلنا سلامك واغفرين خطايانا لك الملك والعزه وبركه الابد امين اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد شركه موهبه وعطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ما روحك أيضا.